الله والصلاة والسلام على رسول الله. عندنا الميقان هذية ولها يشكي من كونه فما أنج كثير منهم يعني ديما يعني يكتب له انجكسيون ديفايون، بما أنه يعني مش موجودة لا ماكينة لا حتى شيء، نحاول باش نعرفوا حسب التقريب 80% 70% أنه أنجكتير اللي ممكن يكون سبب في المشكل هذايا. وباش نوريكم كيفاش العملية، ومانيش باش نتكلم في العملية علاش، لأني فيها امتحان للولدات اللي يقراو في آخر الفيديو، ومن بعد تو كيف نشوف التفاعل ونشوف الأجوبة اللي باش يبعثوها لي الناس اللي يفهموا في الموضوع هذايا، سواء الطلبة ولا سواء الناس العاديين، بعد يعني نهارات أو مدة نشوف الحوصلة شكون اللي ممكن يكون وصل للهدف أكثر، يعني شكون يوصل لحل المشكل أكثر من صاحبه. لأن هنا تو عندنا قلت لك فيما أنج كتير عندنا يعني هما كلهم متوسطين، لكن فهم واحد أكثر من واحد في المشكلة. وتو نوريكم كيف نعمل العملية، وفي الأخر شنو الكلام اللي باش نحكيه. أربعة تيبات اللي هما أربعة ديريتات طول واحد أبيض ولا اللي لون اللون، وجبت أربعة بوتيات، أربعة قناين أو دبابز، أربعة شكل بعض يعني في مستوى بعض. بعض الأخوة يقولوا لي تكلم بشوية وما تزربش، لأن ساعات ما نفهموش كلامك. أنا مش نحاول نتكلم بشوية بشوية. قلنا ناخذوا أربعة تيبات، كات تيب لمام ديمونسيون نفس الطول، و كات بوتاي بتيت بوتاي و كيك شوز كم ساعة، أربعة يعني خلينا نكتب بعضهم. و باش نوريكم كيفاش نعملوا العملية. عندنا احنا عندنا أربعة انجكتيرات، كاتر انجكتير الفوماتر شاك انجكتير دون زان بوتاي، الريتور دانجكتير يعني الرجوع نتاع الانجكتير هذايا الديريت هذايا اللي هو نتاع الريتور، نفكه ونحط مكانه الديريت هذايا الابيض هذايا رقم واحد اللي هو جهة البوات، ونحطه في البوتاي. من بعد نعطيني شنو يكونوا نفس الطول باش يعني بس ياخذوا باش نفس ياخذوا نفس الحجم. والثاني كيف كيف لا ديجيام باري، هذايا الثاني ناخذ الثالث كيف كيف، والرابع كيف كيف، هذايا الثالث والرابع، توازيام بعد ما طبعا نقبطهم من فوق البوتيات نحط الكاتريان. نعاود بشوي بشوي باش الناس تنجم تفهم. قلنا نجيبوا أربعة قناين ولا بوتيات ولا بابز شكل بعض وكبر بعض، ونجيبوا أربعة ديريتات نفس الكبر أمام ديمونسيون، ونحطهم في الأربع انجكتيرات، نحطهم في الأربع انجكتيرات. وتو باش نشغلوا السيارة ونشوفوا شنو هو اللي باش يعطينا النتيجة.
Thank you.
وشفتوني العمليه اللي عملتها انا في السياره، وشفت الانجكتور وحطيت اللي بوتاه واللي دريت. هذه باش نعملها اختبار صغير للاولاد اللي يقراوا الطلب، هم يقولوا لي انا ومنهم انجكتور اللي هو يعطي اكثر من صاحبه، اللي هو احسن من صاحبه. هذا هذا هذا, هذا رقم واحد، هذا رقم اثنين، هذا رقم ثلاثه، هذا رقم اربعه. من جهه البوات، رقم واحد، رقم اثنين، رقم ثلاثه، رقم اربعه. حب الوليدات يعطوني انهم واحد فيهم اللي ممكن يعني، خاطر الفرق بسيط جدا، فرق مش كبير لكن باين بالنسبه للي يدقق شويه في الصوره باين. يعني نحاول ان مش يعني نقرب الصوره شويه باين يعني. في الاول مش باش نتكلم في الفيديو، لكن في الاخر توا هنا تكلمت باش نحب الوليدات اللي في الطلبه يعني يعطوني اكثر تفاصيل عن الموضوع. هذا مثلا وصل الحرف اللوطاني، هذا وصل الحرف الفوقاني، هذا وصل الحرف القريب الفوقاني، وهذا في الحرف اللوطاني. يعني واحد للحرف اللوطاني بالكل، هذا في اللي اعلى منه، هذا في اللي اقل منه شويه، هذا في اللي اقل منه شويه. يحبهم يعطوني انه انجكتير فيهم اللي ممكن صالح 100%، ورقم اثنين ورقم ثلاثه ورقم اربعه. يعني انه يعني حسب الترتيب يعطوني انه الاحسن من صاحبه، انه الاحسن من خوه. انجكتير رقم واحد او رقم اثنين او رقم ثلاثه او اربعه، انه اللي فيها اللي ممكن يكون افضل من صاحبه. ان شاء الله العمليه تفيد الجميع، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.